عايز اسألك، هو بالنسبة لك ايه هو التحرش؟ التحرش ان واحد بيعتدي على واحدة. بيعتدي على واحدة. التحرش بالنسبة لك بيبتدي يعني من ايه؟ كلمة، لمسة، ايه بالظبط؟ لا، هو التحرش يعني بيبتدي من كلمة، ويعني ممكن يكون ينتهي بلمسة او كده. التحرش الجنسي هو اي حاجة ممكن تخلي البني ادم اللي قدامك يحس ان انت خدشت حياته، ممكن تكون كلمة او نظرة او فعل. والتحرش الجنسي في مصر مشكلة قديمة جدا، أو ظاهرة قديمة جدا، بس للأسف كان المجتمع بيتجاهلها. مؤخرا ابتدت بعض المنظمات تسلط عليها الضوء وبعض وسائل الإعلام، ولكن للأسف هي ما زالت متجاهلة في الشارع، ومحدش بياخد أي خطوة تجاهها، أو نقدر نقول الخطوات اللي بتتاخد تجاهها في الشارع قليلة جدا، قد تكون معدومة إلا إذا الضحية نفسها هي اللي وقفت وهي اللي خدت موقف. يعني عادة حتى لو في ناس حواليها ما زال الناس بتتجاهل الموضوع. التحرش هو لما واحد يجي يقول لي كلمة تضايقني، لما واحد يجرحني بنظرته، بكلامه، لو حد كان حاول يلمسني، هو ده مفهوم التحرش. مشكلة التحرش الجنسي في مصر ان هو مش قصة تحرش جنسي بس، هو عبارة عن تحرش بقى كأنه بالظبط منظومة. يعني في تحرش عقائدي، تحرش فكري، التحرش البدني بيندرج تحتيه تحرش جنسي، وممكن التحرش الجنسي ده بيبقى بكذا حاجة، ممكن باللفظ، ممكن بالنظرة، مش شرط ان هو يكون يعني فعل بدني اكتر منه انه يكون اي نوع من الانواع التانية اللي انا قلتها. وعلى العموم هي حاليا للأسف الشديد هي ظاهرة مجتمعية نقدر نقول انها غريبة الى حد ما. هي اكيد موجودة من زمان، بس دلوقتي زي ما بنقرأ في كافة الأبحاث أو الجرائد أو الوقائع اللي بنقرأ عليها كل يوم، إنها بقت حاجة مستشرية جدا في المجتمع. وتهيألي دي برضو أنا شايف إنها تقع تحت بند نقدر نقول التحرش اللي هو ناتج عن العشوائية والجهل الشديد اللي موجودين في الشعب. التحرش الجنسي مش بس إن هو اغتصاب، التحرش الجنسي بنظرة وحشة للبنت، كلام مش كويس ممكن يجرحها، عن يعني عن شكلها، عن أي حاجة. هو مش غلطة البنت أبدا أكيد، بس للأسف دي بقت ظاهرة منتشرة في المجتمع بتاعنا وبقينا بنتعود عليها. يعني البنات اتعودوا إن هما يمشوا في الشارع ويتعاكسوا ويتقال لهم كلام مش كويس، ودي حاجة بقت طبيعية ودي حاجة مش كويسة. Sexual harassment is any action, verbal or physical, that makes a woman feel evil. هو طبيعي يعني يبقى في تحرش جنسي طول ما يعني مستوى التعليم في البلد بيتخلي بالشكل ده، مفيش أي حاجة. سواء شباب هم اوريدي كده كده ما يعني عندهم مشكلة، عندهم مشكلة في الجواز، أو عندهم مشكلة إن هم يرتبطوا بحد. الحل الوحيد بالنسبة للتحرش الجنسي، بالنسبة للتحرش الجنسي هنا في البلد، إن أنت تبتدي بتعليم الشباب دول من هم صغيرين على ازاي ان هم يتعاملوا اصلا مع البنات، ان هم ازاي سبيرت نورمال، يعني حاجه طبيعيه ان شباب بنت تسيبها في حالها اتليست. بقيت بحس ان التحرش هو سمة المجتمع، اي واحده ماشيه في الشارع او في الشغل او في اي مكان لازم حد بيتحرش فيها. ساعات بحس ان هو خلل في المجتمع، وانا شايفه لازم كلنا نسبورت اي اورجنايزيشن ضد التحرش عشان نقضي على الخلل ده. Sexual harassment, in my opinion, is a sort of assault, whether it be a verbal assault or a physical assault on somebody in a sexual way that is completely uninvited and unacceptable. And it's something of an epidemic here, honestly. And lots of guys come up with these absurd delusions that women want to be harassed in some way. And they say that it's because of the way they dress or the way they look or the way they walk. But it's completely absurd, and the reality is that women increasingly dress conservatively and increasingly get harassed more often in our society. So the idea that dress has anything to do with it is baseless, really. And it kind of represents a lack of respect for the women in our society. التحرش الجنسي من وجهة نظري هو مرض أو وباء، وأسبابه ترجع لسنين طويلة من الجهل والتخلف والتعليم الغلط والفرستريشن أو الكبت
وعشان يتحل لازم سنين تانية من العمل الجماعي ولازم تكاتف كامل عشان نعلم الناس ونتجاوز المرض. نقدر نقول التحرش اللي هو ناتج عن العشوائية والجهل الشديد اللي موجودين في الشعب. فأنا متخيل أو عن قناعة شخصية إن القضاء الأساسي على قصة التحرش دي هتبقى أساسها يعني التغلب على الجهل والفقر والعشوائية. الجهل والفقر والعشوائية.